يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي. يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي. مرت عليك رؤانا فانحدرت لها صوتا يعلق نور الله في الهدب. مرت عليك مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم. أجواء جميلة نعيشها هنا في ثاني أيام مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدورتها الثانية، حيث التنافس على أشده بين فتيات القرآن. مشاهدين الأعزاء، أهلا بكم مع هذه الرسالة اليومية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل خلفة لمن وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله، الأسئلة سهلة، الأسئلة مش صعبة الحمد لله. ممكن بسبب التوتر بس شوية احنا كنا قلقانين، فمش كنا قادرين نأدي الأداء كويس، بس إن شاء الله يكون ده البداية، وإن شاء الله فيما بعد نكمل بإذن الله ونعرف أخطائنا ونكمل بإذن الله من هذه البداية. فعلا كنت عايزة أوجه كلمة للناس القائمين على هذه المسابقة. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. فعلا أنتم أهل فعلا لخدمة أهل القرآن الكريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وندعو المتسابقة ني لاروين وتقرأ برواية حفص عن عاصم، فلتتفضل إلى المنصة. وفي كل المسابقات التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم هناك لجان للتحكيم لتقييم أداء وجودة المتسابقين من ناحية الحفظ والتجويد والصوت. آلية التحكيم في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم هي آلية تم وضعها على أعلى مراتب الجودة ولتحقيق الشفافية والعدل بين المتسابقات. هذه الآلية تم شرحها للطالبات المتسابقات في اليوم الأول من أيام المسابقة، وكذا تم شرحها للمشايخ أعضاء لجنة التحكيم، وهي لائحة مفصلة لكن باختصار هي كالتالي: عملية تقييم المتسابقات تدور حول ثلاثة أمور: الأمر الأول الحفظ، والأمر الثاني التجويد، والأمر الثالث حسن الصوت والأداء. ما يتعلق بالحفظ، إذا أخطأت الطالبة فإن الحكم ينبه الطالبة على هذا الخطأ ويخصم منها نصف درجة، إذا لم تنتبه فينبه عليها مرة أخرى ويخصم منها نصف درجة أخرى، ثم إذا لم تستطع أن تأتي بالجواب الصحيح فيفتح عليها الحكم بالجواب الصحيح ويخصم منها درجتان. الدرجة الأولى هي عبارة عن التنبيهين، والدرجة الثانية عبارة عن الفتح.
هذا ما يتعلق بمحور الحفظ. أما محور التجويد فقد أقرت اللائحة أن الخطأ التجويدي بأنواعه وأشكاله المختلفة يحسم منه نصف درجة، لكن بلا فتح ولا تنبيه. يعني إذا أخطأت الطالبة فيخصم منها كل حكى نصف درجة من غير أن تشعر الطالبة بهذا الخصم أو هذا الخطأ. ما يتعلق بمحور حسن الصوت والأداء فهذا خصص له 5 درجات، ويكون في الفترة الثانية من فترات المتسابقة، أي في السؤال الأخير، يعني بعد السؤال الخامس، بعد أن تنتهي من الأسئلة يضع الحكم أو كل حكم من الحكام درجة هي عبارة عن درجة حسن الصوت والأداء. هذه الدرجة تتراوح من 5 درجات إلى نصف درجة، فيختار بحسب ما يراه مناسبا لتلك المتسابقة. حاملا لكتاب النور أجنحة تلف حولك بالأضواء في لجبي، حناجر السحر الفضي نازحة إلى محياك في أعراسها القشبي، حناجر السحر الفضي نازحة إلى. وللحضور والجمهور على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي نصيب من الفوز أيضا من خلال السحوبات اليومية التي تجرى في الفترة الصباحية والمسائية من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدورتها الثانية. كتاب الله أي مدى يغض وجهتك الخضراء للعربي. سعداء بانطلاقة الدورة الثانية من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم. طبعا استعداداتنا في وحدة الإعلام بتوجيهات سعادة رئيس اللجنة المنظمة للجائزة كانت مبكرة، وحقيقة هدفنا في وحدة الإعلام هو نقل هذه الصورة الجميلة المباركة لهذه التلاوات من أخواتنا وبناتنا إلى العالم الخارجي من خلال القناة الفضائية للجائزة، ومن خلال مؤسسة دبي الإعلام قناة نور دبي جزاهم الله خير المتعاونين معنا، وكذلك من خلال القنوات الأخرى التي تتعاون معنا في نقل الفعاليات وبث الرسالة اليومية، وهي طبعا أكثر من 10 قنوات فضائية تتعاون معنا بشكل يومي، بالإضافة إلى أن بعض القنوات تطلب الإشارة لكي تأخذ منها بعض اللقطات لمتسابقيها وممثليها في هذه الدول. طبعا قناة نور دبي تبث المسابقة على الهواء مباشرة، قناة الجائزة تبث المسابقة على الهواء مباشرة من خلال 3 أقمار صناعية هي عرب سات ونايل سات وهوت بيرد. نشكر طبعا الأخوة في مؤسسة دو لتعاونهم الكبير في الأقمار الصناعية بجانب طبعا مؤسسة دبي الإعلام، مما أدى إلى وصول هذه الصورة إلى العالم أجمع. وأيضا نشكر الأخوة طبعا ممثلي أجهزة الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية على تعاونهم الكبير، وكذلك أيضا الأخوة في تقنية المعلومات في جائزة دبي للقرآن الكريم الذين ينقلون أيضا الأحداث عبر موقع الجائزة وعبر أيضا وسائل التواصل الاجتماعي كاليوتيوب وغيره. كل هذا المجهود هو الهدف منه إيصال هذه الصورة من هذا المكان الجميل ندوة الثقافة والعلوم، هذه المسابقة المباركة مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله للقرآن الكريم، نقلها إلى العالم الخارجي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق سعادة رئيس اللجنة المنظمة وإخواني نائب رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة في طبعا مهامهم لنجاح هذه التظاهرة الإيمانية الكبيرة. مشاهدين الأعزاء، ندعوكم لحضور 3 أيام فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدورتها الثانية هنا على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي. إلى هنا نصل بكم مشاهدينا إلى ختام رسالتنا في هذا اليوم، وحتى نلقاكم في الغد مع رسالة جديدة، تقبلوا تحيات اللجنة المنظمة بالجائزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرت عليك رؤانا فانحدرت لها صوتا يعلق نور الله في الهدب، صوتا يعلق نور الله في الهدب، صوتا يعلق نور
الله في الهدب صوتا يعلق نور الله في الهدب.